أعزائي مشاهدي القناة الأولى، هذا طلعتكم الأسبوعي 60 دقيقة اقتصاد. حلقتنا لهذه الليلة في غاية الأهمية، سنتحدث فيها عن اجتماع أوبك الذي حقيقة انعقد اليوم بالتحديد في بالجزائر بوهران، سقف إنتاج أوبك والذي كما عرفنا تم الاتفاق بحوالي نحو 2,200,000 برميل يوميا. سنتعرف من خلال ضيوفنا الكرام حقيقة على أسعار النفط المستقبلية، هل يعني يؤثر إن شاء الله إيجابا نتوقع على الأسعار وبقائها في مستويات معقولة للمنتجين، خلينا نقول سعر عادل للمنتجين. وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في حديث له في صحيفة حية السياسة الكويتية بأن السعر العادل للسعر العالمي 40 دولار للبرميل. على كل حال سنتعرف على نتائج هذا الاجتماع. طبعا هذا التخفيض يعد حقيقة تاريخي لسبب، لأنه من ناحية حقيقة يعتبر تخفيض كبير جدا، وإن سبقه حقيقة تخفيض بحوالي 2,700,000 برميل في حقبة التسعينات، ولكن كان تدرج على 4 مراحل. سنتعرف على هذا الطيب حقيقة بالدكتور عبد الرحمن السلطان، وهو طبعا الباحث والاقتصادي المعروف والكاتب. مرحبا دكتور، وكل عام وانتم بخير وسنة هجرية سعيدة إن شاء الله للجميع. وسعادة الدكتور خالد العقيل، وهو طبعا المدير التنفيذي لشركة نماء للاستشارات البترولية والتعدينية. مرحبا دكتور خالد، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله وسنة هجرية إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن، لعلي أتوجه لك حقيقة عن أهمية توقيت هذا الاجتماع، ولا سيما أن العالم طبعا قاطبة، يعني دول العالم قاطبة تعيش أزمة مالية كما قلنا، مشكلة جديدة أيضا، هناك أزمة في الغذاء، أيضا هناك ضغوط تضخمية، يعني حزمة حقيقة من المشاكل، وأيضا انخفاض يعني في بين شهر تقريبا من شهر يوليو وشهر آب أغسطس نزلت إلى أكثر من 50%. إذا توقيت هذا الاجتماع وأهميته من وجهة نظرك؟ تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية. نعرف أنه في شهر يوليو كان أسعار النفط وصلت إلى أكثر من 147 دولار. بعد بدء الأزمة المالية في شهر سبتمبر لاحظنا أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد. الأوبك اتخذت قرار في أكتوبر بتخفيض الحصص الإنتاجي 500,000 برميل، بحيث أصبحت الإجمالي حصص الإنتاج للدول التي مشتركة في هذه الحصص 27,300,000 برميل. يعني طبعا العراق لكن هذا لم يمنع من تراجع أسعار النفط. لاحظنا أنه خلال نوفمبر يعني بعد بدء عملية تطبيق الحصص الإنتاجية الجديدة واصلت أسعار النفط انخفاضها قبل حوالي 10 أيام. فالأوبك وجدت نفسها أنها في حاجة إلى اتخاذ قرار آخر لمحاولة الحد من فائض العرض النفطي، وبالتالي كان هذا الاجتماع التخفيض 200,000 برميل إضافية في إنتاج الأوبك. لكن حقيقة يعني هذه القرارات رغم إيجابيتها، الأوبك هو أن يكون هناك التزام. يعني نعرف أن هذه القرارات هي تخفيضات في الحصص الإنتاجية وليس تخفيض في الإنتاج الفعلي، فطالما أن الإنتاج الفعلي لم ينخفض المتفق عليه فإنه تأثيره على السوق النفطي سوف يكون محدودا. يعني الآن في التقديرات تشير إلى أن إنتاج الأوبك باستثناء هذا التخفيض، الآن التقديرات تشير إلى أنها بحدود 29,000,000 برميل، بينما حصص الإنتاج هي 27.3 من عشرة. بالتالي هناك إنتاج تاجي، وبالتالي من المهم الحقيقة لتفعيل هذا القرار الجديد وأنه يؤدي النتيجة المطلوبة أن يكون هناك التزام أكبر من جانب الالتزام بهذه القرارات وتخفيض الإنتاج الفعلي، وليس نكتفي بتخفيض الحصص الإنتاجية. كما يجب أن يكون هناك تعاون أكبر من الدول خارج الأوبك في تخفيض التبع على تخفيض إنتاج الأوبك، زيادة في إنتاج الدول خارج الأعضاء، وبالتالي يحافظ العرض النفطي على مستواه، وبالتالي يكون هناك ضغوط على الأسعار للتراجع خلال المرحلة القادمة. دائما تعاني منها دول أوبك وهو عملية الالتزام حقيقة ما يعرف بالحصص أو بالكوتا، وكما قلت طبعا يجب أن يكون التزام من هنا، ويجب أن العالم أيضا يلتزم على الأقل يعني خلينا نقول بشكل أو بآخر في عملية الإنتاج، لأنه لو زاد من هنا ونقص من هنا معناته لن ننجح في ذلك. ما هي آليات الالتزام من وجهة دكتور خالد؟ أرحب بك مرة أخرى. توقيت هذا الاجتماع من وجهة نظرك وأهميته في هذا التخفيض الذي تم اتخاذه؟ هو في الواقع اجتماع هو طبعا ناتج عن أن انخفاض الأسعار بشكل حاد. يعني الأسعار لماذا دكتور يعني خفضت فعلا في أكثر بأكثر من 45 دولار من 147 دولار في يوليو؟ يعني المراقب طبعا للسوق العالمي، الآن الاقتصاد العالمي يشهد نوع من يعني عدم اليقين، وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي لـ6 أشهر نتكلم على ارتفاع الأسعار
ونتكلم عن مضاربين. اليوم أعتقد نحن في وضع عكسي، وأعتقد أنه متصل اتصال كبير بحالة عدم اليقين في الاقتصاديات العالمية، وبالتالي الأسواق يعني، وإلى الضابط هذا كان هو منظمة الأوبك. فالمنظمة الأوبك كنت دائما أنا يعني أذكر أنها منظمة مسؤولة، هي حقيقة تراعي مصالحها كمنظمة.